انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناها على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومية وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. النهاردة هنعرض ملف مهم جدا وهو تحليل خطايا يسوع في الأناجيل، أسطورة اللا خطية. النصارى دايما بيقولوا ان يسوع بلا خطية وان ده دليل على ألوهيته. في الحلقة دي هفحص النصوص اللي في الأناجيل واللي بتثبت ان يسوع عنده خطايا زيه زي اي انسان تاني، وهوضح ازاي الأناجيل نفسها بتسجل خطايا واضحة ليه. هتكلم عن امثلة كتير زي عقوقه واحتقاره لأمه، ازاي كان بيناديها يا امرأة بدل يا امي، السب والشتم واللعن، ازاي كان بيشتم الفريسيين وناس تانية، كسر الوصايا ومخالفة الناموس زي صنع الخمر وموقفه من المرأة الزانية، القسوة وكراهية الأمم والتعصب لشعبه زي موقفه مع المرأة الكنعانية، الكذب والسرقة زي لما قال انه مش هيروح العيد وبعدين راح وأمره بسرقة الحمارين. سيتم فحص كل هذه النقاط ونشوف ازاي المفاهيم دي بتتعارض مع فكرة ان يسوع بلا خطية. تابعونا وشاركونا برأيكم في التعليقات وهنتعرف على حقائق ممكن تكونوا بتسمعوها لأول مرة. فالمسيح هنا بيشاور على نفسه بمنتهى الثقة ان هو الله بنفسه لأنه ما عملش ولا خطية. مين الوحيد اللي بلا خطية؟ المسيح ما عملش خطية، لم يفعل خطية، لم يعرف خطية، ليس فيه خطية، لكن المسيح عاش حياة كاملة بلا خطية، حياة مقدسة لأنه هو القدوس. المسيح ليه خالي من الخطية؟ لأنه مش من زرع بشر، مولود من الروح القدس، هو الوحيد الذي بلا خطية، بل مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطية، وهو بلا خطية لم يفعل خطية. لكن يسوع المسيح وحده هو الذي عاش بلا خطية، لم يفعل خطية ولم يكن في فمه غش، قدوس وبار في أفعاله، في أفكاره، في نظراته، في ردود أفعاله، في معاملاته، في علاقته مع الأعداء، في علاقته مع السيدات، كان قدوس وبلا خطية. الكلمة دي النصارى بيرددوها كتير وبيفضلوا يقولوا نفس الكلام جيل ورا جيل، وللأسف هم بيرددوا الكلام ده زي الببغاوات من غير ما يفهموا أو يكون عندهم دليل عليه، وكمان من غير ما يفكروا لحظة في صحة العبارة دي اللي ملهاش أي أساس من الصحة. لكن المفاجأة الكبيرة إنه في الوقت اللي النصارى بيقولوا فيه على طول إن يسوع هو الوحيد بلا خطية، الأناجيل نفسها بتسجل له خطايا فظيعة. الأناجيل هي اللي بتقول كده مش إحنا يا جماعة. وللعلم لازم نفرق بين يسوع الأناجيل وبين المسيح عليه السلام اللي كرموا الإسلام أشد تكريم. المسلمين بيحبوا سيدنا عيسى وأمه أكثر من النصارى، ومش بيقولوا عنهم غير اللي ربنا قاله. سيدنا عيسى من الرسل الخمس أولي العزم وأمه صديقة، وكانوا بيأكلوا الطعام زي باقي الناس، وده جزء من عقيدتنا كمسلمين. كل مسلم مؤمن ان المسيح نبي مكرم ومن المقربين،
وإن منقول العزم. عمرنا ما قلنا إنه أصبح لعنة لأنه صلب، ولا قلنا إنه كان شتام زي ما بيقول الكتاب المقدس، ولا أمر بقتل الأطفال علشان أمهم أذنبت. كل الافتراءات دي بيقولها النصارى، لكن إحنا ما بنقولش كده. أما النصارى فصدقوا الافتراء اللي قاله بولس عن المسيح لما قال في رسالته لأهل غلاطيا: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. وكمان مشي ورا اليهود في اتهامهم لمريم عليها السلام بالزنا، وقالوا إنها اتجوزت يوسف النجار اللي اتهموها بالزنا معاه، وده يعتبر اعتراف منهم بزناها، وكأنهم بينفذوا حكم اليهود في تزويج الزانية بمن زانية معها أو الرجم. وينسوا يسوع ليوسف النجار زي ما جاء في كتابهم: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. ده جهل كبير وطعن في شرف أم المسيح، بس ربنا في القرآن الكريم برأها من فوق 7 سماوات بكلام المسيح في المهد، والدليل في قول الله سبحانه وتعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وبحسب كتاب النصارى في إن يسوع وارث الخطية الأصلية، فالخطية الأصلية هي الذنب اللي عمله آدم لما أكل من الشجرة المحرمة، علشان كده بيعتقدوا إن الرب اتجسد واتصلب وقام علشان يرفع عن العالم وزر الخطية الأصلية. ومن أهم صفات الفادي عندهم إنه يكون بلا خطية علشان يبقى مناسب للفداء ويقدر يبذل دمه. بس يسوع حسب المعتقد ده ما ينفعش يكون فادي، لأنه وارث الخطية الأصلية من جهة أمه مريم. فحسب العقيدة المسيحية المسيح هو الإله المتجسد اللي أخذ جسد بشري وتولد من مريم العذراء علشان يتمم عمل الفداء. لكن لما يسوع اتولد من مريم ورث وزر الخطية الأصلية منها، لأن مريم باعتبارها من نسل آدم تعتبر حاملة لوزر الخطية الأصلية زي باقي أبناء آدم، وبالتالي زي ما المنطق بيقول لازم تمرر الوزر ده للمولود منها وتورثه له. إذن المسيح وارث لوزر الخطية الأصلية زي أمه وزي باقي البشر، فإزاي يتقال إنه بلا خطية؟ طيب ممكن حد يقول إن يسوع باعتباره مولود من غير أب فهو مش وارث الخطية الأصلية، لكن أصحاب الرأي ده بيتجاهلوا إن الكتاب المقدس بيحمل وزر الخطية الأصلية للمرأة أكثر من الرجل، زي ما بولس بيقول بنفسه: وآدم لم يغوى ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. وعلى الأساس ده لو المفروض يجي مخلص من غير وراثة الخطية أن يولد من رجل بدون امرأة وليس العكس. لكن في ناس بتقول إن الله خلص مريم من وزر الخطية الأصلية وطهرها منها قبل ما تحمل بالمسيح، وعلشان كده هو مش وارث الخطية الأصلية. في الحالة دي بقى وبكده يكونوا وقعوا في مشكلة تانية، وهي اعترافهم ان الله يقدر يطهر من وزر الخطية الأصلية من غير سفك دم، ومش محتاجة المسرحية الصلب والفتاء دي. وطالما الموضوع طلع بالبساطة دي، ليه بقى كل العناء ده طالما ربنا يقدر يطهر البشر زي ما طهر مريم من وزر الخطية من غير أي مشاكل؟ أما عن ذنوب المسيح فمصرح بها باللفظ في الكتاب المدعو المقدس، وبخاصة المزمور 41 اللي بيقولوا إنه بيتكلم عن المسيح. مزمور 40 و41 بتوع الليلة دي نقدر نسميها مزامير خلاصية أو مزامير مسيانية. فاكرين لما قلنا مسيانية معناها خاصة بالمسيح بشكل صريح وواضح، وفيها آيات مش بس أباء الكنيسة قالوا رجب على المسيح، حتى اليهود القدامى من قبل المسيح كانوا يعتقدوا أنه الآيات دي ما تركبش غير على المسيح الآتي. أخي يوسف اديني فكرة عن مزمور 41 الذي يتكلم عن النظر إلى المسكين. يعني لو حبيت أقول في كلمة أقول أنه المسكين الأعظم، المسكين الأعظم اللي بنشوف نظرة الإيمان إليه. حضرتك قلت عنه المسكين الأعظم. نعم. عن المسيح. ونسمع النص الموجود في مزمور 41 اللي بيعترف فيه يسوع أنه خاطئ. أنا قلت يا رب ارحمني
اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، إني قد أخطأت إليك، إني قد أخطأت إليك. خطية دي ولا مش خطية يا متعلمين يا بتوع مدارس الأحد؟ أما المزمور 69 بيقولوا إن نبوءة عن المسيح. المزمور 69 من آية 18 بركاته فلتكن معنا أمين. قلنا أن هذا المزمور هو مزمور المخلص المتألم، وهو مزمور مسياني، وكلمة مسياني يعني بيتكلم عن المسيح. أخ يوسف، مزمور 69 المعنون أنه لإمام المغنيين على السوسن لداود يحتاج إلى تعريف وتعليق من حضرتك، موضوعه إيه؟ هذا المزمور بيكلمنا عن الصليب وعن آلام المسيح على الصليب. بما أن المزمور 69 بيتكلم عن المسيح فبيقول أن عند يسوع حماقة وذنوب. يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى، أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. طيب، يعني لو النصارى بيقولوا إن ده كلام عن يسوع يبقى لازم يعترفوا إن عنده حماقة وذنوب، ما ينفعش ياخدوا اللي يعجبهم من الكلام ويسيبوا اللي ما يعجبهمش. وإذا كان يسوع بلا خطية إزاي يقول في إنجيل متى واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا؟ في نص في سفر الجامعة بيقول لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ، ويسوع بيقول إن إنسان في إنجيل يوحنا ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. ومن صفات هذا الإنسان أن يخطئ، فالصالح الوحيد الذي بلا خطيئة هو الله وحده، وذلك باعتراف يسوع المسيح نفسه في إنجيل لوقا الإصحاح 19 عدد 18. وسأله رئيس قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. ولو سيبنا الأناجيل تتكلم من صوصها عن يسوع هنلاقي إن كتبة الأناجيل نسبوا لي أخطاء كتير وليس خطيئة واحدة. خلوه بيحتكر أمه، كذاب، شتام، قاسم. وإليكم بعض الأمثلة على خطايا يسوع في الأناجيل. واحد، عقوقه واحتقاره لأمه، يعني هو ما كانش بيناديها أمي ولا مرة، كان دايما بيكلمها بيا امرأة، وده نفس الأسلوب اللي كلم بيه المرأة الزانية في إنجيل يوحنا نقرأ ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر، قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. والمصيبة إنه حتى وهو بيتألم على الصليب ما قدرش يناديها أمي، بالعكس عاملها باحتقار غريب يخليك تحس كده إنه بيكرهها فعلا وبيكرهها لسبب محدش عارفه. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية، فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك. اتنين، السب والشتم واللعن. في الوقت اللي بيدعو فيه لحلاوة اللسان ويقول إن اللي يقول لأخوه يا أحمق يستحق نار جهنم. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم بعيد عنكم. فإن يسوع يخالف وصاياه بنفسه ويشتم الفريسيون في إنجيل لوقا بالترجمة البوليسية أيها الحمقى، أوليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ وصفه كاتب إنجيل يوحنا بأنه سب الأنبياء جميعا وصفا إياهم بأنهم سراق ولصوص. تعالوا معا نقرأ الآية بعناية مع بعض، نقترب من كلمة الله ونقرأها. إنجيل يوحنا أصحاح 10 عدد 8، جميع الذين أتوا قبلي، يقول الرب يسوع، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. كاتب إنجيل لوقا وصفوا أنه شتم الفريسيين وقال لهم يا أغبياء،
وده لما واحد منهم عزمه يتغدى عنده في بيته، ولما لقاه ما غسلش ايده قبل الاكل شتمه. قراءة من انجيل لوقا. وفيما هو يتكلم سأله فريسي ان يتغدى عنده، فدخل واتكأ. واما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب انه لم يغتسل اولا قبل الغداء. فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا. يا أغبياء يا أغبياء يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ قال لبطرس كبير الحواريين: يا شيطان. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، اذهب عني يا شيطان، أنت معفرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. سب آخرين منهم بقوله: لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ وعلشان ما حدش يقول إنه كان بيوصف مش بيشتم، في نص في إنجيل لوقا بيأكد إنه كان بيشتم. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. ثلاثة، كسر الوصايا ومخالفة الناموس. لم يكتفي يسوع باحتكار أمه والسب والشتم واللعن، بل أضاف إليهم كسر الوصايا ومخالفة الناموس، بالرغم من أنه قال: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل أكمل. إلا أنه قال عكس كده في موضع آخر، فقال: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. وأول معجزات المبهرة كانت صنع الخمر وتوزيعها على الضيوف في عرس قانا الجليل، بالرغم من أن في نصوص في الكتاب المدعو المقدس بتقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. دي حاجة. والحاجة التانية إن معظم الناس عارفة قصة المرأة الزانية وقول يسوع: من كان منكم بلا خطية فليرميها بحجر. أولا كذب، لأنه نقض الناموس اللي أمر برجم الزناة. ثانيا ارتكب يسوع خطية بحق الله لأنه كسر الوصايا. ثالثا أثبت إنه خاطئ، وإلا كان رمى المرأة الزانية بالحجارة طالما إنه بلا خطية. أربعة، القسوة وكراهية الأمم والتعصب لشعبه. يسوع إله المحبة اللي مفروض إنه جاي علشان يفدي البشر كلهم، بيظهر لنا في الإنجيل كأنه عنصري متعصب لأمته، وبالنسبة للأمم التانية شوية كلاب.
علشان كده نلاقيه بيتعامل بمنتهى القسوة مع المرأة الكنعانية الشريفة اللي جات له علشان يشفي بنتها، وعلى العكس من رقته وتبت قلبه مع الزانية الإسرائيلية نلاقيه بيقول كلام جارح للمرأة الكنعانية وما يسمعش رجائها وتوسلاتها إلا لما اعترفت إنها وقومها كلاب. بعد كده شفى يسوع بنتها بعد ما أثنى على عظيم إيمانها. قراءة من إنجيل متى. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صورة وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ونتساءل إيمانها بإيه؟ إيمانها أنها وقومها كلاب طبعا، أما بني إسرائيل فهم الأبناء المحبوبين والمكرمين. ده هو الإيمان اللي يسوع بيحبه وبيثني عليه. ومن الغريب بعد كده أنهم يقولوا أن يسوع فدى كل الأمم بدمه الطاهر. ونتساءل هل كان يسوع مستعد يضحي بقطرة واحدة من دمه علشان اللي وصفهم بنفسه أنهم شوية كلاب؟ ويسوع وصف أي حد غير يهودي بالكلاب والخنازير، ونصح اليهود بعدم هدايتهم، وذلك في إنجيل متى: ولا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. وده بيتناقض مع قوله: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. 5. يسوع يكذب ويسرق. بيظهر لنا يسوع في الإنجيل وهو بيكذب كذبة شهيرة لما قال لتلاميذه إن مش هيروح العيد، وبعدين راح وهو متخفي بعد ما هم راحوا. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان إخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. وأمر يسوع بسرقة حمارين بحجة احتياجه ليهم. لاحظوا معي بمتى الأعداد 1 و2 و3 شو صار. مكتوب: حينئذ أرسل يسوع تلميذين. في حدا عم بيخطط، في حدا عم بيدبر الأمور، حدا عنده خطة، عنده مشروع. أرسل يسوع تلميذيه قائلا لهما: اذهبا لوين؟ إلى القرية لما بيلكن، يمكن بيت عنيا، التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلهما وأتيان بهما. في مشروع، في خطة. وإن قال لكما أحد شيء فقولا: الرب محتاج إليهما، فللوقت يرسلهما. الأناجيل كلها حكت نفس قصة الجحش اللي يسوع طلب من 2 من تلاميذه يروحوا يجيبوه. يسوع قال لهم: هتلاقوا جحش مربوط، فكوه وجيبهولي، ولو صاحبه سأل قولوله الرب محتاجه. التلاميذ راحوا وعملوا ليسوع قال لهم عليه، وجابوا الجحش والأتان وحطوا عليه هدومهم وركب يسوع عليه ومشي. السؤال هنا: هل يستطيع رجل عادي طبيعي أن يجلس على أتان وجحش في نفس الوقت؟ وتعالوا نسمع تعليق للمؤلف الأمريكي إليهو بالمر على هذه القصة في كتاب براهين النبوة والرد على اعتراضات المستشرقين والمنصرين للدكتور سامي عمري في صفحة 129، حيث يقول: قدم لنا العهد الجديد حقائق ومواقف تقف بقوة ضد الطابع الأخلاقي العالي ليسوع، بالإضافة إلى طابع الإزدواج العام الملازم لأجوبته للجموع،
هو متهم أيضا بإرسال تلاميذه سرا لأخذ جحش ليس له ولا لتلاميذه. مثل هذا الفعل يعتبر في العصور الحديثة سرقة حتى بين النصارى الأتقياء أنفسهم. إنه متهم بذر حب الحرب الأسرية والقومية والإعلان أن ليس بإمكان أحد أن يكون تلميذا له دون أن يبغض أباه وأمه. أنا مش شايفة في القصة دي غير حاجات بتسيء ليسوع وبتبينه في صورة ضعف وعجز ما ينفعش تكون لإله، بل ما ينفعش حتى تكون لرجل عادي. ياللي بتحترم عقلك ونفسك، مش ده سبب كافي إنك تعيد التفكير؟ تقرأ كتابك بعين الباحث اللي بيدور على الخلاص الحقيقي، مش الخلاص المزعوم بأكل لحم الرب وشرب دمه. هداكم الله. خلاصة حلقتنا النهاردة إننا شفنا إزاي الأناجيل بتفضح يسوع وبتثبت إن فيه خطايا كتير، وده مش افتراء. الكتاب المقدس نفسه بيقول كده. اتكلمنا عن عقوق الأم واحتقاره ليها والسب والشتم واللعن وكسر الوصايا ومخالفة الناموس والقسوة وكراهية الأمم وأخيرا الكذب والسرقة. كل دي أمثلة واضحة بتبين أنه مش بلا خطية زي ما النصارى بيقولوا. احنا كمسلمين بنحترم وبنحب سيدنا عيسى عليه السلام وأمه مريم الصديقة، وبنقولش عليهم إلا الحق اللي ربنا ذكره في القرآن. المسيح عندنا نبي كريم. إذا كنت بتدور على الحق لازم تقرأ وتفكر بعقلك، مش بس تردد كلام اتقالك. شوف الأناجيل بعين الباحث عن الحقيقة. ولو عندكم أي تعليق أو رأي شاركونا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.